أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، مالي مذنون، أنا مالي مذنون. يا مدحة مدحة، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، ويا محلاها الحرية، وسوريا نادت فيا، رب السما محييا، سوريا ردوها ليا، يا محلاها الحرية، سوريا يا محلاها الحرية. يلا يا الحرية، يلا يا محلاها الحرية، وطقوا موتوا بعصية، والأسد فقد الشرعية، راحت المحسوبية بثورتنا السلمية، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية. نعم، مع الموافقة على تعذيب الشعب وقتل. تفضل. مرحبا يا سيدي. والله يا سيدي ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني والله هلكونا بهالسلميه يا سيدي، يعني والله مو معقوله هالسلميه، حنموت حننذبح من هالسلميه يا سيدي. خلص، مو قلت لي انه بحمص حملوا سلاح وصاروا مسلحين؟ يا سيدي طلعوا مو حاملين سلاح، طلعوا حاملين فرودة مي وحاملين قرن البامي، عاملينه مثل السلاح، وفوق هيك التفجيرات طلعت كلها في التيش، يعني يا سيدي بحمص نحن صرنا مسخرة يا سيدي، مسخرة. خلص اسمع لك، خلص احملوا حالكم وانزلوا على دوما معروفين دمهم حامي، هنيك اقتلوا لكم شي شخص فجأة بيتسلحوا لأنه بيعصبوا منكم، بسيطة. لك يا سيدي والله ما زبطت، يعني رحنا على دوما قتلنا هنيك طفل، أبوه للطفل طلع بالتشيع أول واحد، وبس وصل لعنا بتعرف شو عمل يا سيدي؟ شو عمل؟ وزع لنا ورد، يعني نحن عم ناخد ورد من اللي قتلنا، يعني والله ما بعرف يا سيدي ما زبطت. خلاص بسيطة، كل الحلول عندي، أنا رئيس ذكي. اسمع لك، بتحملوا حالكم وبتروحوا على دير الزور، هنيك قالوا هنن روحوا قولوا لشبيحة أهل الدير، دبيحة روحوا وخليهن يتسلحوا وضربوهن. لك ما زبطت يا سيدي ما زبطت، الشيوخ العشائر قالوا سلمية حتى اسقاط النظام، لك حتى الجامع اللي فجرناه هنيك ضلوا سلميين بعد منه، والله ما بعرف يبدي لك يا سيدي، ما زبطت. خلص بسيطة. اسمع لك، روحوا على الجوامع، روحوا فجروها، روحوا فجروا لكم شي كنيسة وقلبوها علقة بين بعض، يعني لك يا سيدي ما زبطت. لك يا سيدي بتعرف شو عملنا؟ لك يعني شو بدي اقول لك، يعني بتعرف شو عم يصير بداريا؟ مكان عم يطلعوا الشهيد راحت الكنائس، هو بيطلع من الجامع بيقرعوا جراس الكنيسة، يعني والله ما بعرف، وحدة يا سيدي، وحدة وطنية صار عنا يا سيدي، عنا بالبلد وحدة وطنية. خلص اسمع لك، قلبوها طائفية، يعني اقتلوا حدا من عنا وخلوه يعلقوا بين بعضهم. ما بتزبط يا سيدي ما بتزبط. لك شو بدك اكتر، بنعتقل بدرعة بيطلعوا بمصياف، بنعتقل باللادقية بيطلعوا بالسلمية، بنعتقل لك وين، بنعتقل لك يا سيدي، اعتقلنا بالميدان طلعوا بسويدة. لك والله ما بعرف شو بدي لك يا سيدي، لك حتى بنعتقل بالحسكة بيطلعوا بالقامشلو. لك شو عم يصير، والله ما بعرف شو عم يصير، لك شو عم يصير بهالبلد، لك ليش عم تصير، ليش عم يصير وحدة وطنية. خلص لا تشكيلي ببكي لك. لك شو هالشعب، حاسس حالي اكلت خوذاء طلع من راسي من يوم ما قررت اني وقف بوش هالشعب هذا. شو هالبلوي هي يا ربي، شعب سلمي غير طائفي وايد وحدة، شو هاد يا شبيح. خلص جهز لي طيارة. طيارة؟ ايه يا شبيح، ايه خلص، هذا الشعب مستحيل ينهزم، مستحيل. روح. حاضر سيدي. طيارة؟ يعني ما صار إلا وطرت. بدي بحرية؟ لا. لكن بدي إسقاط نظام. اسقاط نظام؟ ابو علي سعاد، ابو علي سعاد،
سعاد. أبو علي.